أهلا بكل مشاهدين برنامج يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الثلاث 9 يوليو، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية في اليوم ده هيكون ايه على كل الأبراج. والقمر موجود في برج الأسد الحقيقة طول اليوم، بس مش لآخر اليوم، لغاية الساعة 5 العصر. في الفترة دي القمر بيدي الحظ للأبراج النارية، وبيدي كمان الحظ لبعض الأبراج التانية. هنشوف كل ده بالتفصيل، ونبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل عندكم القمر في منزل الحب، بيديكم طاقة عاطفية، وطول اليوم حتى بعد 5 العصر عندكم طاقة ونشاط وحيوية، وتعرفوا انكم تقوموا بالواجبات اللي عليكم على اكمل وجه، سواء كانت واجبات مهنية او منزلية او عائلية. كمان لو عندكم اولاد هتعرفوا انكم تأثروا جدا في اولادكم وتتفاهموا معاهم بصورة افضل، وتعرفوا توجهوهم في الاتجاه اللي انتوا عاوزينه. نروح بعد كده لبرج الثور. ومواليد الثور مازال القمر في وضع معاكس معاكم، بالذات في العيلة ومع الأصحاب، فلازم تاخدوا بالكم تحافظوا على اللباقة، ما تدخلوش في أي مناقشات حادة، وعشان بس تتفادوا أي سوء تفاهم أو أي صدام ممكن يحصل في العيلة أو مع الأصحاب. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. مواليد الجوزاء عندكم القمر موجود في منزل العلاقات، بيديكم يوم هايل في اللقاءات المهنية، وعموما في أي لقاءات سواء مع الأصحاب أو مع الأهل والقرايب أو حتى في الحياة العاطفية، هتكونوا مؤثرين جدا، وتعرفوا تحسنوا التصرف في كل المواقف. عندكم لباقة ودبلوماسية، وكمان عندكم يقظة ذهنية تساعدكم انكم تلاقوا الكلام المناسب لأي موقف مفاجئ، وبالتالي أي حاجات مهمة عايزين تنجزوها في اليوم ده هتكونوا موفقين فيها إن شاء الله. نروح بعد كده لبرج السرطان. مواليد السرطان عندكم القمر في المنزل الثاني، بيخلي تركيزكم أقل، فأنتم محتاجين تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها في شغلكم عشان ما تقعوش في أخطاء تتمسك ضدكم. كمان في الحسابات مهم تراجعوا كويس قراراتكم المالية وحساباتكم عشان ما يحصلش أي خسائر مادية. نروح بعد كده لبرج الأسد. ومواليد الأسد عندكم القمر في برجكم لغاية الساعة 5 العصر، بيديكم سحر وجاذبية وقدرة على السيطرة على كل المواقف، وتعرفوا كمان تلفتوا الأنظار ليكم وخصوصا أنظار الجنس الآخر، بس بعد 5 العصر خدوا بالكم تركيزكم بيقل، فراجعوا كويس اللي انتوا بتعملوه أو اللي بتقولوه قبل ما تقولوه. نروح بعد كده لبرج العذراء. ومواليد العذراء عندكم القمر في منزل الصحة السلبي، بيخلي طاقتكم البدنية أقل، فمهم جدا مواليد العذراء تاخدوا وقت كافي من الراحة وتنظموا جهودكم وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة، وبعد 5 العصر هتلاقوا انكم أنشط وأفضل إن شاء الله. نروح بعد كده لبرج الميزان. ومواليد الميزان القمر بيدعمكم وبيديكم يوم هايل في اللقاءات المهنية، وتقدروا تعملوا تنمية الأعمال أو لمشاريع لو عندكم مشاريع خاصة، وتعرفوا تلاقوا أصحاب كمان مخلصين بيقفوا جنبكم وتستمتعوا بوقتكم مع الأصحاب. كمان تعرفوا تحصلوا على دعم الزملاء والرؤساء في الشغل. نروح بعد كده لبرج العقرب. مواليد العقرب عندكم القمر في وضع معاكس معاكم، فلازم تاخدوا بالكم تشتغلوا بدقة، وحاولوا انكم ما تدخلوش في اي جدال مع الزملاء والرؤساء في الشغل علشان ما يحصلش اي صدام معاهم. كمان مهم تنظموا اولوياتكم وافكاركم عشان تعرفوا تتغلبوا على اي شعور بالتشتت في الوقت ده. نروح بعد كده لبرج القوس. مواليد القوس عندكم يوم رائع على كل الأصعدة، الحظ بيحالفكم في الفلوس، تعرفوا تلتقطوا الفرص. كمان في السفر لو عايزين تعملوا رحلة أو سفر سواء شغل أو فسحة هتكونوا موفقين. لو بتسعوا العمل في الخارج تقدروا تعملوا انترفيوز موفقة مع الخارج.
وحتى لو انترفيوز في الداخل كمان هتقدروا تعملوا لقاءات عموما مهنية موفقة، وعندكم تركيز ورغبة في المعرفة تساعدكم تعملوا تنمية لمعلوماتكم وتطور إيجابي في مستواكم المهني. نروح بعد كده للجدي ومواليد الجدي. عندكم يوم يعتبر هايل في الفلوس، تعرفوا انكم تديروا النواحي المالية بحكمة وتعملوا تنمية لدخلكم او لمدخراتكم او املاككم، وتاخدوا قرارات سليمة في البيع وفي الشراء، وكمان تعرفوا تخططوا حلو لمستقبلكم المهني. والظروف كمان ممكن تساعدكم تلاقوا تديكم معلومات كانت خافية عنكم، وده يساعدكم في تخطيطكم للشغل وللفلوس. نروح بعد كده للدلو. والدلو عندكم القمر في مواجهة برجكم، بيخليكم يعني مشتتين، فلازم تاخدوا بالكم ما تغامروش. يوم مش مناسب للمغامرة على كل الأصعدة، ما تغامروش في البيع والشراء وفي توقيع الأوراق والعقود وفي القرارات المصيرية، وكمان في الحياة العاطفية ما تدخلوش في أي مناقشات تعمل لكم صدام، وسوقوا بالراحة وتحركوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. عندكم طاقة ونشاط وحيوية، وتعرفوا تنظموا جهودكم وتوظفوها في اتجاه سليم، وتقوموا بالواجبات اللي عليكم على أكمل وجه، سواء كانت واجبات مهنية أو منزلية أو عائلية. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وأشوفكم بكرة.